بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المأمور المعبود المستحق لإفراد بالعبادة لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفاته الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى بالرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم بالرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم إنه عليم ذو علم، يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا التفسير المبارك هو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان سبحانه وتعالى لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو من علماء نجد العلماء المشهورين، وقد جمع بين القرآن علم القرآن والسنة، يتضح ذلك من خلال كتبه في التفسير وكتابته في الحديث وكتابته في الفقه والأصول وغيرها من العلوم. وهو من كبار العلماء رحمة الله عليه. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله العلامة المشهور، يقول: ما دخل نجد مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهو مشهود له بالعلم، و نشر العلم رحمه الله في داخل الجزيرة العربية وخارجها، وانتشرت كتبه وعلومه رحمة الله عليه، وكان من العلماء الزهاد، وكان له عناية بالطلاب، وكان متواضعا رحمه الله. والكلام في سيرته يطول رحمه الله، ولكن هناك كتب ألفت في سيرته رحمه الله، ظهرت له الآن مجموعة كبيرة جدا، قوامها 30 مجلد، مؤلفات الشيخ مجموعة في 30 مجلد، وهي طبعة فاخرة وقيمة لمن أراد أن يستفيد منها، تشمل التفسير وتشمل كثيرا من مؤلفاته في الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي غيرها، في العقيدة كذلك وفي غيرها من العلوم الأخرى. هذا المؤلف ألفه، وهو تيسير الكريم الرحمن، ألفه رحمه الله وهو بعيد عن المراجع، ليس عنده مرجع من المراجع، ولكن بحسب ما فتح الله تعالى عليه من علم مسبق فألف هذا التفسير العظيم. سورة الفاتحة تسمى بالفاتحة لأنها فاتحة القرآن، يعني أول ما يفتتح في القرآن بقراءتها، وكذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وكذلك أيضا تسمى أم القرآن، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. تسمى 7 المثاني أم القرآن، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرآن، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ، عفوا، هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن. و نعم، جاء في رواية لا إله إلا الله عنه صلى الله عليه وسلم أنها
تسمى، نعم، أم الكتاب، عفوا، تسمى أم الكتاب. هذا في السنة، هذا في السنة تسمى أم الكتاب. و أما أم الكتاب في القرآن الكريم كما جاء في سورة الزخرف فالمقصود به اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طيب، هذا المقصود به اللوح المحفوظ، لكن جاء في رواية لمسلم أنها تسمى أم الكتاب، تسمى أم الكتاب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، وكذلك أيضا تسمى أم القرآن. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في السنة، ثابت عنه في السنة عليه الصلاة والسلام. وتسمى السبع المثاني كما قال صلى الله عليه وسلم، هي السبع المثاني، هي السبع المثاني في قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتسمى الحمد لبدايتها بالحمد. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في البسملة تكرر كثيرا، ويتكرر كثيرا في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه نزلت في بداية السور جميعا إلا في سورة واحدة، وهي سورة التوبة، فهي فواصل للسور، بدايات للسور وفواصل لها، تفصل السورة عن السورة. ولكن هل هي آية من الفاتحة أو آية من السور الأخرى؟ الجواب لا، ليست آية من بدايات السور، بل هي فواتح للسور وفواصل للسور، إلا في بعض آية في سورة النمل، قوله تعالى عن ملكة سبأ: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود أن سليمان عليه الصلاة والسلام، وعن نبينا الصلاة والسلام، افتتح كتابه إلى ملكة سبأ، يقال في السير إن اسمها بلقيس، افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مراسلاته يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، إلى آخر الحديث. هذا في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فأبى هذا سهيل بن عمرو، وكان ذلك قبل إسلامه، فقال: لا نعلم إلا رحمن اليمامة، يقصد مسالمة الكذاب، فقل باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا حذفت الألف هنا؟ دائما هي أصلها باسم الله الرحمن الرحيم، حذفت الألف كتابة أيضا، فصارت مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: لكثرة الاستخدام فخفف وكتبت هكذا. نكلف عليك، نكلف عليك، بس كذا على اليسار، جزاك الله خير. فخففت وحذفت الألف فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ. وهذا خاص، هذه الكتابة الصيغة في الكتابة إملائيا خاصة باسم الكريم بسم الله، هذا أولا. ثانيا، إذا أردت أن تذكر غير اسم الله تعالى باسمه، مثلا تقول مثلا: باسمكم جميعا نرحب بفلان، هنا لابد تكتب الألف، لابد من كتابة الألف، إلا ببسم الله الرحمن الرحيم فإنها تحذف الألف تخفيفا. بسم الله الرحمن الرحيم، هناك فعل مقدر تقديره أتلو، أقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، أتلو القرآن، أقرأ القرآن. أما إذا أراد أن يؤلف العالم أو الشيخ مؤلفا، فإنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود به بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أكتب أو أصنف. وبعضهم يقول في المنظومات مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا مثلا، فنقول أنظم، فيقدر الفعل مناسبا للحال، يقدر الفعل مناسبا للحال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف العلماء هل هي آية من الفاتحة أو لا. والقائلون بأنها من الفاتحة أدلتهم ضعيفة،
لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا، لأنها كتبت واحد في القرآن الكريم، طبعا هذه كتبت واحد على قراءة أهل المدينة، أهل المدينة يرون أنها آية من الفاتحة. طيب، في قراءة نافع المدني رحمه الله وأبي جعفر المدني يرون أنها من الفاتحة، فكتبت عندهم وكتبت المصاحف في المدينة. طيب، ومن ذلك الراويان عنه ورش رحمه الله المصري وقالون المدني، كلاهما يعني يريان أنها من الفاتحة. وأما أهل الكوفة وغيرهم فلا يرون أنها من الفاتحة، يرون أنها فواصل للسور. لننظر الآن للدليل على أنها ليست من الفاتحة بل هي فواصل للسور. لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال له اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال ما أنا بقارئ. ثم أخذه فضمه حتى بلغ منه الجهد مبلغه، ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل قرأ جبريل عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم؟ إيش الجواب؟ لا، الجواب ما قرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول قائل هذا، نعم نحن نقر معك الآن أنها ليست من سورة العلق وباقي السور، لكن من الفاتحة نحن نعتقد أنها من الفاتحة. دليل آخر، ننتقل الآن قبل أن نناقش هذه الإشكال أو الإيراد، ننتقل لدليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني يا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. بيني وبين عبدي نصفين، العبادة لمن هذه؟ لله عز وجل. والاستعانة هي بالله لا شك، استعانة بالله، لكن لمن هي؟ فايتها للعبد. فقال هذه، فدل هذا على أنها إيش؟ هي الآية المنتصفة الآن، لا بد أن يكون قبلها ثلاث وبعدها ثلاث. لماذا؟ لأن الفاتحة سبع آيات. ما الدليل؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طيب، فإذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الثالثة، عفوا الرابعة، يكون قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، فنقول الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، هذه ثلاث آيات. فإذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين هي الرابعة، بعدها اهدنا الصراط المستقيم، هذه الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة. تتمة الحديث، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وفي رواية قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، هؤلاء لعبدي، هذه المسائل، اهدنا الصراط المستقيم، طيب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وعليكم الصراط الله، هؤلاء لعبدي، لأنها عدة مسائل، عدة مسائل ليست مسألة واحدة، وعليكم السلام. وهذا الحديث وهو قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام مسلم وأخرجه أهل السنة، وهو نص يكاد يكون صريحا في الموضوع أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل تبتدئ الفاتحة بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. واضح هذا يا أخوان؟ طيب، الحمد ما بدأنا نحن بالحمد، بس بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نكمل الآن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي يبتدئ بسم الله سبحانه وتعالى، وهناك خلاف طويل بين العلماء، ربما يعني يقع الإنسان في دوامة وهو يبحث وما معنى هذا ولماذا هذا البحث. هل الاسم هو المسمى؟ مثلا فسبح بحمد ربك، طيب سبح اسم ربي، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ والخلاف طويل. أنا أختصر لكم اختصارا كما هو اختيار محققين من العلماء، قالوا الاسم دليل على المسمى،
ولذلك يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهي دليل على من؟ على الله عز وجل. وكثرة الأسماء لمسمى واحد دليل على العظم، على أنه العظيم سبحانه وتعالى. طيب، تعدد أسماء الجنة دليل على عظم الجنة، تعدد أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها دليل على عظم النار. إذن الآن الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى؟ نعم، دليل على المسمى، دليل على المسمى. ينتهي الخلاف الآن هنا، ينتهي الخلاف هنا حتى ما تتعب في البحث في هذه المسألة، لأنه لا طائل من ورائها. بسم الله. الله هل هو مشتق أو جامد؟ الصحيح أنه مشتق من الألوهية، من الألوهية، وهو المعبود تألها، يعني محبة وتعظيما وذلا وخشوعا سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، المؤلف أشار إشارة في آخر كلامه، قال: فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها. هنا نقول هذه الرحمة الرحمن، هل يجوز أن يسمى إنسان رحمن؟ الجواب لا. إذن هذه الرحمة خاصة بالله عز وجل، هي صفته سبحانه. الرحيم يقول المتعلقة بالمرحوم، يعني الواصلة. الرحيم يؤخذ من صفة الرحمة الواصلة بالعبد من الله عز وجل، وهذا ولا. طيب، يقول قائل: ما رأيك بمن يقول الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين؟ ما الدليل؟ قال: الدليل قوله تعالى: إنه كان بكم رحيما وكان بالمؤمنين رحيما. نقول: تقتصر على هذا؟ قال: هذا حد علمي. نقول: أحسنت، ما دام هذا حد علمك. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الله تعالى رحيم بالجميع، رحيم بالجميع، بجميع الناس، وليست خاصة بالمؤمنين. ما الدليل؟ في آيتين من كتاب الله، في البقرة والحج: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فدل على إيش؟ على أن الرحيم هذه أيضا عامة، ليست خاصة، ولكنها متعلقة بمن؟ بالمرحوم. وأما الرحمن فهو ذو الرحمة المتصف بها سبحانه وتعالى. واضح هذا ولا مو واضح؟ هذا القول الصحيح، هذا القول الصحيح من أقوال العلماء. طيب، يقول: فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. ركز على هذه، يعني كلام الشيخ كله رحمه الله درر نحسبه والله حسيبه. يقول: كل ما ترى من الأنعام بالناس، الأنعام الدينية والدنيوية، هذا من آثار الرحمة. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني: وهكذا في سائر الأسماء. كل الأسماء توقف معها وأن تقرأ في كتاب أسماء الله الحسنى، أي كتاب من كتاب من كتب الأسماء الحسنى والصفات العليا، مثل القواعد المثلى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وخذ اسم من الأسماء وتأمل الآثار المترتبة عليه، وما هي الجوانب الإيمانية التي تعود على العبد من آثار هذا الاسم. ولا أريد أن أستبق هذا، لأنه سيمر علينا كثير من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم. طيب، لأن أكثر الأسماء الحسنى وردت في القرآن الكريم، وبعض منها ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتنبه لهذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت لكم، الأسماء الحسنى يقول من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. طيب، ما هي طريقة أهل السنة والجماعة من السلف رضي الله عنهم إلى الخلف في الإيمان بالأسماء والصفات؟ نقول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فإذا نثبت الآن الأسماء والصفات على وجه اللائق به سبحانه وتعالى ما ثبت في القرآن أو السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. واضح هذا؟
هذه عقيدتنا في الأسماء والصفات. طيب كيف من غير تحريف؟ تحريف معناه الميل، انحرف أي مال، انحرفت الدابة عن طريقها يعني مالت. فالتحريف هو الميل بهذه النصوص، إذا جاء التحريف في الأسماء والصفات الميل بهذه النصوص عن معانيها إلى معاني غير مرادة بها. فمثلا يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون على سبيل المثال الرحمن الرحيم، يقولون الرحمن الرحيم المقصود المثيب الذي يثيب الناس، الإحسان والثواب، نقول له بل الإحسان والثواب ناتج عن إيش؟ عن الرحمة، ثمرة من ثمرات الرحمة. يقول الرحمة يعني هي الجنة، نقول لا، الجنة هي دار كرامته سبحانه وتعالى. فإذا قال قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، نقول هذه من الرحمة إيش؟ الواصلة للمخلوق التي خلقها الله سبحانه وتعالى وليست من صفاته، الجنة ليست من صفاته. مثل ناقة الله خلقها الله عز وجل، أضيفت إضافة تشريف، وليست المقصود وليس المقصود أن الناقة من صفات الله، تعالى الله عز وجل أن يكون شيء من صفاته مخلوقا سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب هذا التحريف، مثل تحريف إيش؟ الرحمة بإيش؟ بإيش يا أخوة؟ بالثواب أو الإحسان. طيب من غير التحريف، التعطيل هو التفريغ أو الإفراغ. قال تعالى وبئر معطلة، يعني مفرغة، مفرغة هذه البئر. ما معنى التعطيل في أسماء الله وصفاته؟ أي تعطيلها عن معانيها. يقال مثلا رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كما هو قول معطلة. أو تعطيل الأسماء والصفات، يقولون لا هو سميع ولا يسمع، ولا هو بصير ولا يبصر، إلى غير ذلك. طيب وكان معهم يطول، لكن الآن نحن في مقام التفسير بإيجاز، هذا التعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف أن يقول لا أنا أثبت لله عز وجل يد، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، أثبت له يدين اثنتين، ولكن كيفية اليد أن يتصور في عقله أن لها كيفا معينا، هذا التصور يسمى تكييف، وليس موجودا في الواقع، لكن هو يكيفها في عقله، يتصور أن يد الله عز وجل كالجبل العظيم أو كالبحر والمحيط مثلا، هذا تكييف. التمثيل ولله المثل الأعلى، يقول لله يد كأيدينا، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، لله وجه كوجوهنا، لله سمع كأسماعنا، لله عينان كما قال تعالى تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. طيب وإن ربكم ليس بأعور، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا عما يقول الظالمون، فيقول له عينان كعينينا كأعيننا، هذا يسمى إيش؟ التمثيل. فرد الله تعالى عليهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت السمع البصر لله على وجه اللائق بجلاله وعظمته. طيب كل الصفات نثبتها، نعم كل ما جاء في القرآن والسنة نثبت معناه على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، ولكن لا نخوض بالكيف. من هو الذي يعلم بكيفية الصفة الصفات والأسماء؟ الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى. اتضحت هذه المسألة؟ هذا موجز مختصر جدا، ولا فالأمر يستدعي الإطالة، لكن لعل الله عز وجل يسر هذا الأمر في وقت آخر. كل الصفات إذن نثبتها، والأسماء الثابتة التي جاءت في القرآن أو ثبتت في السنة، فالقرآن كله ثابت، السنة ننظر. مثلا عندك الآن الجليل، هذا لم يثبت في السنة، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، لكن لا نقول هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ذو الجلال كما جاء في القرآن الكريم، ومعناه صفة، ذو الجلال ذو العظمة سبحانه وتعالى. واضح؟ فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ننتبه لهذه المسألة لأنها مسألة عظيمة. نعم. التكييف يجعل كيفية للصفة، صفة الله عز وجل، مثلا هو يعلم أن الله عظيم من أسمائه العظيم وصفاته العظمة،
فيقول إذن عينه عظيمة، فأنا أتخيل عينه كالبحر أو كالشمس، عين الله كالشمس. أقول هذه كيفية تكييف، هذا العين تكييف لأنه جعلها في عقله. أما في التمثيل يقول كأعيننا يمثلها، عين الله عز وجل كعين المخلوق، يد الله كيد المخلوق، كلام الله ككلام المخلوق، هذا التمثيل. نعم، فهم وسط دائما أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي كل شيء وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كيف وسط؟ لا يحرفون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون، هؤلاء متناقضون. عندك الآن التحريف، التحريف والتكييف، هذا يقابله إيش؟ يقابله التعطيل والتمثيل. هذا يقول المعنى يعني مراد به شيء آخر يصرفه عنه. الممثل ذاك يقول لا، أنا أخالف المعطل. المعطل يقول سميع، لا سميع ولا بصير ولا ولا إلى آخره. فيأتي الممثل يقول لا، بلى يسمع يبصر لكنه مثلنا، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. فالله تعالى أثبت الصفات ولكن نفى المثلية، كذلك أيضا ننفي التحريف، كذلك أيضا ننفي إيش؟ التكييف، كذلك أيضا ننفي التعطيل. فقال ليس كمثله شيء، يعني ليس كوصفه شيء، وهو السميع البصير. نعم. الحمد لله والثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله في خلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق من كل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال الغنى وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. الله أكبر. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال. أضيف أيضا بصفات الكمال والجلال والجمال. طيب، لكن بدل ما يقال الثناء، فالأدق في التعبير أن يقال هو وصف المحمود، الوصف بالجمال والجلال والكمال. يقول قال: لو تركنا الثناء ولا مشاحة في الاصطلاح، نقول هذا يعكر عليه شيء ويرده شيء. ما هو؟ قول رب العالمين عز وجل: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله عز وجل له؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، ماذا قال؟ إيش؟ أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء، لاحظ، بين الحمد والثناء. إذن الحمد هو وصفه سبحانه وتعالى بصفات الجمال والجلال والكمال. لاحظ أيضا مع كمال المحبة وكمال التعظيم، مع كمال المحبة وكمال التعظيم. يقول قائل: الآن اتضح لنا الفرق بين الحمد والمدح. المدح قد تمدح طالب من الطلاب فتقول هو حريص على حضور إيش؟ حريص على حضور الدروس ويأتي مبكرا ويخرج آخر طالب من الطلاب، ولكن بالمقابل أنت لا تحبه، أنت لا تمدحه ولكنك لا تحبه. لماذا؟ لبعض التصرفات التي لديه. أما الحمد لا، الحمد أن تصفه بصفات مدح وصفات يحمد عليها. طيب، ولكن مع حمد، مع محبة. فأقول أنا أحمد فلانا، يعني الآن أمدحه ببعض الصفات مع محبة الله. أما إذا قلت مثلا أمدح فلانا، لا أمدحه نعم، قد أحبه وقد لا أحبه.
فالله تعالى ما نقول الآن المدح، بل نقول إيش؟ الحمد. الحمد، فأيهما أكمل، الحمد ولا المدح؟ الحمد، الحمد أكمل. نعم، والشكر. أحسنت، يقول الشكر. الحمد والشكر بينهما فرق، فالحمد أعم من جهة الأسباب، والشكر أخص منه من جهة الأسباب، والشكر أعم من جهة الأنواع، والحمد أخص منه من جهة الأنواع. ما معنى هذا الكلام؟ الحمد من جهة الأسباب قد تحمد أحدا أسدى إليك معروفا أو لم يسد إليك معروفا. طيب، تحمده أنت الآن، تقول أنا أحمد فلانا، لماذا؟ تقول لأنه بار بأمه. طيب، أنا ما علاقتي ببره بأمه؟ هذا يعتبر حمد. طيب، أنت تحبه وتمدحه بهذه الصفة، هل هناك سبب؟ لا، وقد يكون بسبب، وقد يكون بسبب. طيب، أما بالنسبة للشكر ما يكون بلا سبب. ما تقول مثلا أنا أشكر فلانا، لماذا؟ تقول لأنه أحسن إلى جاره، تقول أحمده، ما تقول أشكره. فالسبب لا يكون إلا بسبب، بسبب، واضح؟ وأما الحمد يكون بسبب وبغير سبب، هذا من جهة الإيش؟ الأسباب. من جهة الأنواع، الحمد يكون باللسان إيش؟ وبالقلب. الإنسان يقر بأن هذه النعم من الله عز وجل، فيحمده بقلبه وبلسانه، يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب، فهو الآن له نوعان، بالقلب وباللسان. أما الشكر فهو أعم منه، فيكون بالقلب، تقر بالقلب وتشكر الله عز وجل بالقلب، باللسان تتحدث بهذه النعمة وتقول هذه النعمة من الله وتعزوها إلى الله عز وجل، هذا شكر. كذلك أيضا يأتيك إنسان ويقول لك مثلا خذ هذه الهدية فتشكره عليها وتدعو له وتقول جزاك الله خيرا، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون أيضا بإيش؟ بالجوارح. كيف بالجوارح؟ كيف يكون بالجوارح الشكر؟ تستغل هذه الجوارح بإيش؟ بطاعة الله. العينان تقرأ بهما كتاب الله. طيب، يعني النظر في 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 الآيات هذا يعتبر من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان. طيب، النظر في كتبها العلم كذلك أيضا. هل النظر في المرآة سنة؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك، ولكن الصحيح إن كان من أجل التجمل واحتاج إليها نعم من السنة، وإن لم يحتاج إليها فلا يقال إنها تعبدية، إن احتاج إليها ينظر فيها. أما يقال انظر فيها حتى تؤجر فقط مجرد نظر، لا، مجرد النظر في المرآة ليس بسنة، ولكن للحاجة ينظر إليها من أجل التجمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل سبحانه وتعالى. أتوقعت أخي إبراهيم؟ طيب شيخ لسوح، نعم. هل النية دائما يعني واجبة أساس أن المؤمن يؤجر؟ يعني مثلا أنا بدي أنظر بالمرآة، أنا نويت أن أنظر بالمرآة حتى أتجمل. هذه بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذه بالنسبة للنية، النية بحسب العمل وبحسب القول. إذا كان القول واجبا وجب عليه أن ينوي هذا القول، مثلا يريد أن يصوم فريضة لابد أن ينوي، يعني يقصد الصوم. أراد أن يتوضأ لابد أن ينوي، لأن الوضوء شرط للصلاة. طيب، لكن يقول مثلا أنا أردت أن أبتسم بوجه أخي المسلم، هنا نقول الأفضل والسنة أن ينوي، لأنه ليس بواجب أن يبتسم في وجه أخي المسلم، لكن لو احتسبها فإنها تكتب له حسنة، إن لم يحتسبها لا تكتب، لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. طاعت هذه ولا لا؟ بحسب القول والعمل. فإن كان واجبا وجبت النية، إن كان مستحبا استحبت النية، إن كان مباحا أبيحت النية. واضح هذا؟ نعم. ولكن النية لها يعني باب طويل، وسيأتينا إن شاء الله بإذن الله حديث عن النية بإذن الله عز وجل. إذن هذا معنى الحمد، هو وصف المحمود بصفات الجمال والجلال والكمال. طيب، مع المحبة، كمال المحبة وكمال التعظيم. طيب، يقول وبأفعاله أيضا نحمده على أفعاله. أي أفعال؟ قال الدائرة بين الفضل والعدل. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير في يديك والشر ليس إليك، ما ينسب إلى الله عز وجل الشر، لأن الله عز وجل كامل، له الكمال والجلال والجلال سبحانه وتعالى.
فلا يعني ينسب إليه الشر بهذه الطريقة. يقول أنت يعني تقصد أن الذي قدر المقادير قدر الخير فقط سبحانه وتعالى والشر ما قدره؟ نقول بلى، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكن الشر طبعا الخير يقع في القدر، والشر يقع في المقدور، وكان أمر الله قدرا مقدورا، يقع في المقدور يعني في الناتج عن القدر. المطر الآن أليس خيرا؟ في الأصل خير، لو نتج عنه فيضان وغرق هذا صار شر، لكن هل الشر في المطر ولا الشر في الناتج؟ في الناتج، في الناتج هو الفيضان والغرق وما أشبه ذلك. اتضح هذا أو لا؟ فينسب إليه الخير سبحانه وتعالى، ينسب إليه الخير عز وجل. نعم تفضل. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. طيب أخيرا في هذه المسألة، الحمد ماذا تفيد على التعريف؟ مر معنا إن كنتم تذكرون في المقدمة دكتور محمد الحمد، نعم، لكن ال هنا تسمى على التعريف، تفيد ماذا هنا؟ يعني كل المحامد، يعني ايش تسمى؟ ها؟ العموم. احسنت، العموم. الاستغراق. الاستغراق يعني كل حمد فهو لله. لاحظ يا اخوان، انا اتوقف عند ايه كثيرا لعل نختم عندها ان شاء الله، وحتى نكمل ما نريد ان نختصر. اي نعم، بالنسبة لشرح الآيات ما نريد أن نختصر كثيرا. الحمد، الحمد لله، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال الحمد لله تملأ الميزان. ما هو الميزان؟ الميزان لا يتصوره الإنسان، لا يستطيع أن يكيفه، لا يستطيع الميزان الذي يخلقه الله عز وجل، وهي موازين وليست ميزان واحد، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. تملأ الميزان، قولك الحمد لله تملأ الميزان، تملأه ماذا يا أخوان؟ إيش؟ تملأه حسنات. كل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميدة، وكل تكبيرة صدقة، تعتبر صدقات، وأنت مستمر في الصدقات. ما من أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الاستغفار الحمد لله. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في الحديث مختلف فيه، لكن الراجح أنه حديث ثابت إن شاء الله عنه صلى الله عليه وسلم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس يوم القيامة الحمادون، الحمادون. فاحرصوا يا أخوة على كثرة الحمد حتى تكون من الحمادين، جعل الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وفضله. أخيرا، كم سورة من القرآن الكريم بدأت بالحمد لله؟ هذه السورة الأولى معنا، سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. السورة الثانية الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السورة الثالثة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الرابعة سبع قبل فاطر، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الخامسة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. طيب هذه خمس سور من القرآن الكريم، ليس الحمد ورد في خمس، لا الحمد ورد كثيرا في القرآن، لكن السور المفتتحة بالحمدلة تسمى الحمدلة، خمس سور من القرآن الكريم. نعم، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، اللهم امين. آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الكلمة الرحمن، في تفسير كلام المنان، في تفسير سورة الفاتحة، مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأصناف الملك ليوم الدين، وأصناف صح نعم، وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار،
كله مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. سبحانه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأمور. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الله تعالى: مالك يوم الدين. هذه هي الآية الثالثة من آيات الفاتحة. مالك يوم الدين، المالك هو الله عز وجل. يوم الدين هو اليوم الآخر، والدين المقصود به هنا يوم الجزاء ويوم الحساب. الله تعالى يحاسب فيه الخلائق ويجازيهم بأعمالهم. أيهما مقدم، الجزاء أو الحساب؟ الحساب، الحساب. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف يحاسبهم سبحانه وتعالى في ساعة وهو واحد وهم كثير؟ قال: كما يرزقهم في ساعة وهو واحد وهم كثير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول المالك: هو من اتصف بصفة الملك. صحيح، الله عز وجل متصف بصفة الملك، ولكن هذا الملك ملك كامل، ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. أما ملوك الدنيا فملكهم عارية، أي إعارة من الله عز وجل، يؤتيهم إياه ابتلاء واختبارا. طيب، ولحكمة بالغة، لحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. ولكن هل يوجد في الدنيا مالك ملكا كاملا من أهل الدنيا؟ الجواب لا، لا. هل يوجد ملك في الدنيا مخلد؟ الجواب لا، لا يمكن. إذن ملكهم ناقص على أي حال من الأحوال، ملكهم ناقص. ولذلك جاء عن بعض ملوك الإسلام أنه لما حضرته الوفاة نزل عن عرشه، عن سريره، ومرغ وجهه في التراب وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم اليوم من قد زال ملكه. ويقول سبحانه وتعالى يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فمن يجيبه سبحانه وتعالى؟ يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. ويسأل سبحانه وتعالى: أين ملوك الأرض؟ لا يجيب واحد، ما في ملوك، زال ملكهم، لأن ملكهم ليس ملكا ذاتيا بل ملك عارية، أعارهم الله عز وجل هذا الملك لفترة محددة وفترة في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك نزع الملك منهم وآتاه غيرهم. ولكن قوله مالك يوم الدين لأنه في ذلك اليوم يستوي فيه الملوك مع عامة الخلق، ما يكون الملك له منزلة خاصة به يوم القيامة، لا، بل هو من عامة الناس. طيب، فإن كان من الصالحين فإن الله سيجازيه ويحاسبه على صلاحه ويجازيه بصلاحه، وإن كان من المفسدين فإن الله تعالى سيجازيه على فساده وإفساده. طيب، ولذلك يقول: فلذلك خصه بالذكر. لماذا خصه بالذكر؟ لأن جميع ملوك الدنيا تحت ملكه سبحانه وتعالى وتحت تصرفه، وذلك خصه بقوله مالك يوم الدين، ولا فهو مالك يوم الدين ومالك أيام الدنيا أيضا ومالك كل شيء سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ ولكن نظرا لأنه في ذلك اليوم ينجلي للأولين والآخرين ملكه سبحانه وتعالى عيانا، يعني ينظرون إليه. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على رؤية الله عز وجل في آيات قادمات إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه،
فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها باحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. أحسنت. نعم، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه هي الآية الرابعة عند قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ماذا قال الله تعالى؟ قال: حمدني عبدي. عند قوله تعالى: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: إيش؟ أثنى علي عبدي. عند قوله تعالى: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وفي لفظ: فوض إلي عبدي. عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي نصفين، والعبد مسأل. طيب، قوله إياك نعبد، يقول تقديم المعمول وهو إياك يفيد الحصر. كيف يفيد الحصر؟ يعني كأنه قال: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا أنت. وسمعت بعضهم عندما صليت خلفه يقول: إياك نعبد، إياك نعبد، ما يقول إياك نعبد، يقول إياك نعبد. طيب، هو لا يعلم معنى هذا، ولكن مع ذلك لو لم يعلم المعنى فإن هذا محرم في قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأنه تقصير في الإتيان بها كاملة. طيب، اللحن في الفاتحة محرم سواء أحال المعنى أو لم يحل المعنى، سواء حال المعنى أو لم يحل المعنى. قال: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. والاستعانة معناها طلب، طلب العون. طيب، لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ مع العلم أن الإنسان محتاج لأن يستعين بالله من أجل إيش؟ من أجل العبادة، فالاستعانة وسيلة للعبادة. قال: لأن العبادة إيش؟ حق لله عز وجل، حق لله، حق محض لله عز وجل. أما الاستعانة فقد تستعين بربك على العبادة، وقد تستعين به على الدنيا، قد تستعين به على أعمال الحياة. طيب، وذلك أخرها، فالعبادة خاصة بالله، العبادة خاصة بالله. كذلك أيضا يقال: وإياك نستعين، أنك تستعين بالله على عبادته سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ وقد تستعين به على أمور الدنيا، وقد تستعين بالمخلوق على أمور الدنيا في الأمور التي يقدرون عليها. طيب، كان تقول: يا فلان أعني على حمل هذا الكتاب، أو أعني على حمل هذا الدولاب، أو ما أشبه ذلك، فتستعين بالمخلوق في أمر يقدر عليه. طيب، فهذا لا حرج فيه. طيب، أين خصك بالعبادة ولا نستعين إلا بك أنت؟ فهذا يفيد الحصر في إيش؟ في أمور الدين. طيب، قال: العبادة هي اسم جامع. بهذا التعريف عرفها الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، أو الظاهرة والباطنة، لا مشاحة في هذا. طيب، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار العمل، باعتبار العمل وباعتبار القول. طيب، أما باعتبار ما يقوم بالعبد نفسه في قلبه، فإن ابن القيم رحمه الله يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما قام حتى قامت القطبان،
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فجعلها ابن القيم رحمه الله غاية الحب مع كمال الذل، يعني الحب الكامل والذل الكامل. طيب، هذان القطبان هما العبادة. قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر. فالعمل الذي يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون مصحوبا بإيش؟ بإيش؟ لا، قبل ذلك، معنا الآن مع كمال الحب والذل، مع كمال الحب والذل. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى يقول: إنما تكون عبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله تعالى. هذان هما شرطا العبادة، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. دليلهما قوله تعالى من القرآن الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، عندها ربما تواجه رجلا أو شخصا يتكلم في مسائل العبادات في الحج أو في غيرها، فتقول: لماذا تصنع هذا؟ هذا لا يجوز. قال: يا أخي والله أنا نيتي طيبة ولا أريد إلا وجه الله عز وجل بهذا. تقول: نعم، نيتك طيبة، الله تعالى أعلم بها، أنا لا أحاسبك ولا أناصحك على نيتك، ولكن هل هذا العمل ورد في القرآن أو في السنة؟ يقول: لا. إذا لماذا تفعله؟ مثلا بعض الناس، بعض الحجاج يتكلف أن يصعد جبل إلال في عرفة على وزن هلال، يسمونه جبل إيش؟ يسمونه جبل الرحمة. يتكلف هذا، تقول: لماذا؟ يقول: يا أخي والله أنا ما أردت إلا الخير، وهذا جبل الرحمة، من سماه جبل الرحمة؟ لا أحد، انتشر عند الناس بهذا الاسم، لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء تسميته في القرآن ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، لماذا تصنع هذا؟ قال: والله ما أردت إلا الخير. نقول: أردت الخير، ولكنك كما يقول مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يبلغه. ما يكفي أنك تريد الخير، لا بد من إرادة الخير، ولا بد من موافقة، لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إذن هذان هما شرطا العبادة، وهما الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. فالهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عند على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. طيب، أحسنت. يقول: وذكر الاستعانة بعد العبادة، هذا في الآية السابقة بعد دخولها فيها. يقول: الاستعانة داخلة في أي شيء؟ في العبادة. ولماذا ذكر إياك نعبد ثم ذكر بعدها وإياك نستعين؟ يقول: لاحتياج العبد في جميع عبادته الاستعانة بالله، لأن العبد يحتاج إلى الاستعانة بالله. فإنه إن لم يعنه الله عز وجل لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. لاحظ، إذا لم يعنك الله تعالى على أمور دينك ودنياك فإنك لن تقوم بها، لن تقوم بها. ولذلك هذا معنى بسم الله. لاحظ كم جاءت مرة بسم الله في الشريعة، أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام.
إذا أردت أن تنام تقول باسمك يا ربي وضعت جنبي، هذا استعانة بالله عز وجل حتى على النوم، مع أنه فقد الإحساس حتى على النوم ما تستطيع أن تنام إلا بإعانة الله لك عز وجل. طيب إن أردت أن تتوضأ باسم الله، يقول بعضهم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيه ضعف، أقول وكان فيه ضعف، فيه أحاديث أخرى صحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في غزوة تبوك توضأوا باسم الله في سنن النسائي وهو حديث صحيح، عندما نبع عليهم الماء ولم يكن ماء في الطريق نبع عليهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال توضأوا باسم الله. طيب عند الوضوء باسم الله، عند الطعام باسم الله، لاحظ عند دخول المنزل باسم الله، طيب عند خروج من المنزل يقول إنسان بسم الله توكلنا على الله، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم سك خير المولج وخير المخرج، خير المولج وخير المخرج، هذا فيه إرسال وهو ضعيف نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على ذكر الله والتسمية من ذكر الله، من ذكر الله. طيب لو تعثر الإنسان في دابته يقول بسم الله، لو أراد أن يقرأ القرآن بسم الله، لو أراد أن يلبس لباسه بسم الله، إذا أراد أن يدخل الخلاء بسم الله، حتى تكون بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم ستر بين الجن وبين عورات بني آدم، ما يستطيع أن يرى بني آدم إذا قال بسم الله. لاحظ عند الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. طيب وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بإسناد صحيح عنه قال، يقول بعد كان بعد أن ينتهي رضي الله عنه وهو حبر من الأحبار، من أحبار هذه الأمة، اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا سبيلا، هذا موقوف عليه على ابن مسعود، اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا سبيلا. طيب عند دخول المسجد بسم الله، عند ركوب الدابة بسم الله، الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى آخره إلى غير ذلك. فالإنسان إذا لم يعنه الله تعالى فإنه لن يستطيع أن يقوم بشيء، أن يقوم شيء. فلنحرص يا إخوة بالنسبة للعلم النافع والعمل الصالح على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي رواية اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وعليكم السلام. فمع أن الاستعانة من العبادة إلا أنه ذكرها ذكر الخاص بعد العام، العام العبادة وذكر الخاص بعد العام يقتضي مزيد عناية بالخاص. كان أقول مثلا أكرم الإخوة وأكرم محمدا، ومحمد من الإخوة، ولكن مزيد عناية بمحمد قلت الله يعني أكرم الإخوة وأكرم محمدا. فنحرص يا إخوة على استعانة بالله عز وجل في كل شيء. إذا أردت أن تربي الأبناء استعن بالله، إذا أردت أن تناصح الأهل استعن بالله، فإن أعانك الله فأبشر بالخير، والله أبشر بالخير في الدنيا والآخرة، في الخير بالخير العاجل والآجل. وإذا لم يعنك الله فإنا لله وإنا إليه راجعون، لن تستطيع أن تقوم بشيء من الأعمال. طيب لا الدينية ولا الدنيا. يعني نعم عز وجل. نعم كثير في ناس يقول لك يعني هذه بدعي وبستعين بالله عز وجل مش ضابط الأمور معي، فإيش كونه يقول أنا أستعين بالله عز وجل ولا تضبط الأمور معي، نقول هذا لا يعني أنك إذا استعنت بالله عز وجل أن الأمور كلها تأتي كما تريد أيها الإنسان، وإلا فكل الناس يسلكون هذا الطريق، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة بالغة. طيب يحيي ويميت لحكمة بالغة، يهدي ويضل لحكمة بالغة، يخفض ويرفع لحكمة بالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمسألة ليست مسألة تجربة، ولكن مسألة كمال تسليم لله رب العالمين، لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمقصود أن الإنسان يستعين بالله على كل حال، إن أعانه الله عز وجل فهذا خير ونور على نور، وإن لم ييسر الله عز وجل له حاجته فليتيقن أن الله سبحانه وتعالى لحكمته منعه هذا الشيء. كان يقول الإنسان أن الآن استعنت بالله على التجارة ودخلت في التجارة ولم أربح في التجارة، نقول لحكمة بالغة منعك الله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم أنا عقني ولدي واستعنت بالله ودعوت الله تعالى عليه ولكن لم يصبه أذى، أقول لحكمة بالغة لعل الله عز وجل أمهله حتى يتوب وحتى
لا تتألم لفقده بسبب دعائك عليه وما أشبه ذلك. طيب، فالله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فهو الحكيم ذو الحكمة البالغة عز وجل. نعم، تفضل. بعدها قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية الخامسة. اهدنا الصراط المستقيم، قال دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. كم عندنا الآن هداية صار من خلال الآية؟ قال دلنا وأرشدنا، هذه تسمى هداية دلالة وإرشاد. ووفقنا إلى الصراط المستقيم، هذه هداية التوفيق وإلهام. طيب، وأيضا أضف إلى ذلك يقول وهو الطريق، يعني الصراط المستقيم، الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. إذا عندنا الآن هداية علم وهداية عمل، وعلى هذا نقول الهداية قسمان وأربعة أو نوعان وأربعة نعم قسمان وأربعة أنواع. القسم الأول هداية العلم. اهدنا الصراط المستقيم، أنت بحاجة إلى العلم، وهداية عمل بحاجة إلى العمل بهذا العلم. لاحظ. وأما قول بعض العلماء ما دام أننا مسلمون مهتدون ولله الحمد على مذهب الكتاب والسنة، طيب، فمعنى اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهديون معناها ثبتنا على الصراط. نقول لا لا، هذا ليس بالصواب. الصواب أن الإنسان لا يكمل في هداية العلم وهداية العمل، فكم ينقصنا من العلم؟ إيش؟ الكثير والأكثر. وكم ينقصنا من العمل؟ الكثير والأكثر. إذن فنحن بحاجة دائمة إلى الهداية، هداية العلم والعمل، هداية العلم والعمل، هذان قسماء العبادة. أما أنواعها فهداية الدلالة والإرشاد، وبعضهم يقول الدلالة والإرشاد، يصح الوجهان، وبعضهم يقول الدلولة. هذه الألفاظ صحيح، دلولة ودلالة ودلالة، وقد مر عليه في كلام الحافظ النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن في المفردة، ذكر بعض المفردات الجيدة في المفردة رقم 61 أنه قال دلالة دلالة دلولة، وهو من علماء الحديث والفقه رحمه الله، ومن علماء أيضا اللغة رحمه الله، قال دلالة ودلالة ودلولة في المفردة 61 في المفردات التي ذكرها في كتابه القيم التبيان في آداب حملة القرآن. إذن هداية الدلالة والإرشاد. طيب، هذه يملكها الله عز وجل، ويملكها أيضا من آتاه الله إياها. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إيش؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ولكل قوم هاد. هذه هداية الدلالة والإرشاد، ليست خاصة بالله عز وجل، بل آتاها الله تعالى من شاء من خلقه. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب. طيب، الهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، وبمعنى آخر هداية القلب. هذه ما التي يملكها؟ لا يملكها إلا الله عز وجل. الدليل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا مذكور معنا الآن في التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. لكن عندنا هداية سبقت هاتين الهدايتين، ما هي؟ الأولى هداية كل مخلوق لما خلق له. من الذي هدى الدابة لأن ترفع حافرها حتى لا تطأ وليدها حتى لا يموت؟ الذي هداها هو الله عز وجل. من الذي هدى الطفل الوليد في أول يوم من أيام عمره لأن يلتقم ثدي أمه؟ الله عز وجل. طيب، إلى غير ذلك. من الذي هدى الحيوان؟ من الذي هدى الإنسان؟ هذه هداية كل مخلوق لما خلق له، دليلها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. طيب، بقي عندنا الهداية الرابعة والأخيرة، قسم النوع الرابع،
هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. يقول بعض العلماء هذه هداية داخلة في هداية التوفيق والإلهام. نقول نعم هي داخلة، ولكن العلماء جعلوها قسما رابعا، بعض العلماء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. ما هي؟ هداية أهل الجنة للجنة. الدليل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما هداية أهل النار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما هداية أهل النار للنار دليلها: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله إيش؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب، يقول: الصراط المستقيم لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. وبعض العلماء يأتي ويقول الصراط المستقيم هو الإسلام علما وعملا، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، وبعضهم يقول هو القرآن والسنة، وبعضهم يقول هو الإيمان، وكل هذا لا خلاف فيه. كل الإيمان، هل يمكن أن يكون إيمان بلا كتاب وسنة؟ لا يمكن. إذن يصح أن تقول الإيمان. لو قلت الإسلام، هل يكون إسلام بلا كتاب وسنة؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ لو قلت مثلا القرآن الكريم، لا بد أن تضيف تقول القرآن والسنة، لأنها الوحي الآخر. طيب، لأنها الوحي الآخر كما أمر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عنه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: ومن يطع الرسول، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات. إذن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، دين الإسلام علما وعملا كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع إخلاص العلم والعمل لله رب العالمين. طيب، هذا الصراط المستقيم معناه الصراط، طبعا يا إخوة تذكر وتؤنث، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. فباللغة الصراط تذكر وتؤنث، فتقول هذا صراط وهذه صراط، ومعناها الطريق، وتقول هذا طريق وهذه طريق، وتقول هذا سبيل وهذه سبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب، على بصيرة أنا ومتبعني. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب، إلى غير ذلك من التفاصيل في هذه المسألة في اللغة. الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، مستقيم، مستقيم يوصل إلى المطلوب، يوصل إلى المطلوب، وهو رضا الله عز وجل وجنته، هو رضا الله عز وجل وجنته سبحانه. قال عن الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بيّن ذلك في سورة النساء، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم بمنه وكرمه. طيب، هؤلاء هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. قال: غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم. المغضوب عليهم من هو الذي غضب عليهم؟ الله تبارك وتعالى. الغضب من صفات الله دكتور؟ الغضب من صفات الله؟ نعم. سؤال: هل الغضب من صفات الله؟ هل الله عز وجل يغضب؟ نعم. يغضب من أي أنواع الصفات؟ فعلية. فعلية؟ من قال؟ نعم، صحيح صحيح، فعلية. لماذا فعلية؟ لأنها متعلقة بمشيئته، فإذا شاء غضب وإذا لم يشاء لم يغضب عز وجل. واضح هذا؟ طيب، كذلك نقول مثل ذلك في الرضا أيضا، رضي الله عنه ورضوا عنه، صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. طيب، عندنا المغضوب عليهم، الذي غضب هو الله عز وجل، الغاضب هو الله. من المغضوب عليهم؟ هم الذين لم يسلكوا الصراط المستقيم. ولكن لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم عندهم علم ولكنهم خالفوا هذا العلم، خالفوا هذا العلم. ولا الضالين أيضا، ولا صراط الضالين. من هم الضالون؟ الذين
يتعبدون لله ولكن بجهل، لا يعبدون الله بعلم. فحرموا هؤلاء المغضوب عليهم والضالون، حرموا الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل، هداية العلم وهداية العمل. أما المغضوب عليهم فقد حرموا هداية العمل، لاحظ. وأما الضالون فقد حرموا هداية العلم. وأما الذين أنعم الله عز وجل عليهم فقد امتن الله عز وجل عليهم بهداية العلم والعمل، اللهم اجعلنا منهم. طيب، ولذلك جاء في جامع الترمذي وصححه رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. والنصارى ضلال، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، يعني جمع ضال. طيب، هل المغضوب عليهم محصور في اليهود والضلال محصور في النصارى؟ الجواب لا، الجواب لا. فكل من لم يعمل بعلمه بل ناقضه وخالفه عن قصد فإنه مغضوب عليه، وكل من ترك العلم، من ترك العلم ولم يتعلم دين الله عز وجل فهو من الضالين. ومن أعظم من اتصف بذلك اليهود، اتصفوا بالغضب، غضب الله عز وجل عليهم. والنصارى ضلوا، والنصارى ضلوا، وهذا موجود في القرآن الكريم. لو تتبعت القرآن تجد أن اليهود يختصون بالغضب والنصارى يختصون بالضلال. طيب، طيب، ولا الضالين. هنا ماذا يقول الله عز وجل إذا قالها الإنسان في صلاته: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي رواية: هؤلاء لعبدي، هؤلاء المسائل لعبدي ولعبدي ما سأل. قول آمين ما حكمه؟ ما حكمه؟ مستحب، يعني سنة. متى؟ عند اتمام قراءة الفاتحة. متى؟ في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة. أما في غير الصلاة لا يشرع التأمين، في غير الصلاة غير مشروع. ففي الصلاة إذا قرأ الفاتحة فإن التأمين بعدها سنة، آمين. طيب، وهو من أعظم السنن التي يحسدنا عليها اليهود قاتلهم الله، يحسدون على التأمين أن نؤمن. آمين معناها اللهم استجب، يقول العلماء هي اسم فعل أمر، وهنا نقول اسم فعل دعاء، لا نقول أمر، لأن الله عز وجل لا يؤمر بل يدعى، يدعى. اللهم استجب معناها ندعو الله أن يستجيب دعاءنا، هذا معنى آمين، معناها اللهم استجب، اسم فعل دعاء هنا. طيب، الكلام في السورة يعني يطول، ولكن المؤلف الآن سيتكلم عن مسألة في العقيدة من أخذ من هذه السورة إن شاء الله تعالى. نعم، نعم، النصارى ايش فيهم؟ قرن الآن ولا قدامى ولا جميعهم؟ النصارى؟ لا، غير مغضوب عليهم ولا الضالين. سبب النصارى في وقت النصارى، النصارى ضالون، كل من لم يتبع عيسى قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يتبع عيسى فهو ضال. طيب، وكل من لم يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، لو كان نصرانيا مؤمنا بعيسى موحدا لله يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، ولكن لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو من الضالين. الآن اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم علم وكذا، لكن الآن حتى في النصارى لا علم ولا علم. نعم، الاثنين لا يوجد عندهم، يعني النصارى، النصارى مفروغ منهم، النصارى الآن ظلال مفروغ منهم. بالنسبة لليهود هو لم يتكلم عن كل يهودي بعينه، هو يتكلم عن جنس اليهود في الأصل، أنه كان عندهم علم طيب ويعلمون دين الله عز وجل، ومع ذلك يخالفونه ويرتكبون ما 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 حرم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب، قوى الحديث شيخ ابن تيمية وقبله الحافظ ابن عبد البر
لا تستحل محارم الله، لا 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 ترتكب مرتكبة اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. أما أحد اليهود الآن فقد يكون بعضهم كما تقول لا ديني، ليس عنده دين أصلا. طيب مثل الرافضة الآن يقول وجدنا آباءنا على أمة، طيب وهم ليسوا على شيء أصلا، لكن مع ذلك لا يعذر بهذا التقليد. وذكر الله تعالى ماذا يقول؟ يقول عنهم عن الكفار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة. هل هذا عذر لهم أمام الله عز وجل؟ لا، ليس بعذر، ليس بعذر. وصلت المعلومة أو في شيء آخر؟ نعم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهر كالنصارى. هذا مر معنا. نعم. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله، ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى. وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون رسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل الحقيقة خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تلاحظون هذه الفوائد تحتاج إلى يعني إسهاب وإلى تفصيل وإلى محاضرات حتى يؤخذ ما فيها من الدرر والفوائد، رحمة الله على الشيخ. يقول تضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية معناه عند أهل العلم إفراد الله تعالى بأفعاله، وإذا قال تؤخذ من قوله رب العالمين، خالقهم و المتصرف فيهم ومدبر أمورهم وشؤونهم. طيب قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال تعالى الله خالق كل شيء، والقرآن مليء بإثبات توحيد الربوبية، وهذا معروف لم ينكره إلا الدهريون، هم الذين أنكروه. طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما بقية الأمم فإنهم يؤمنون بالله ربا سبحانه وتعالى، ولكن يشركون معه غيره في عبادته. وتضمنت أيضا توحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة. من أين تؤخذ؟ قال من قوله الله، الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل أعرف المعارف وهو الإله، والإله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، هو المعبود بحق عز وجل. وتؤخذ أيضا، يؤخذ توحيد الألوهية من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، ومنها الاستعانة على العبادة لا تصرف إلا لله، فالعبادة لله والاستعانة لا تكون إلا بالله في العبادة، في العبادة. طيب ويؤخذ منها أيضا توحيد الأسماء والصفات، وهي إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا التي جاءت عن الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وهذا مر معنا. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. ومر معنا الفرق بين هذه الألفاظ الأربعة،
التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل بالتفصيل مرة معنا هذا. يقول وقد دل على ذلك لفظ الحمد. ما معنى الحمد؟ تفسير الحمد. نعم. وصف الله الثناء. الثناء الثاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصف الله عز وجل بصفات الجمال أو الكمال بصفات الجمال والجلال والكمال. هنا يقول كلمة أو لفظ الحمد هذا يؤخذ منه إثبات توحيد الأسماء والصفات. وقلت لكم الحمد الألف واللام تفيد إيش؟ الاستغراق، يعني المحامد كلها لله، الحمد كله لله، الحمد الكامل كله لله. تقول يعني ما أحمد غير الله؟ أقول تحمد فلان على ما صنع من خير، تقول أحمد فلان على بره بأمه لا بأس، لكن هل تقول الحمد لفلان؟ لا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد الكامل. طيب الحمد المستغرق لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. يقول وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. نحن الآن نطلب ربنا عز وجل الهداية، صح؟ أي هداية؟ هداية علم وعمل، هداية علم وعمل. طيب كيف نتوصل الهداية من ربنا عز وجل؟ طيب ربنا ما هي الطريقة التي يوصل ربنا عز وجل الهداية إلينا عن طريقها؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل عليهم الصلاة والسلام، واضح هذا ولا؟ فلا بد من إرسال الرسل، فقال لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك الصحيح أن أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ماتوا في فترة من بين الرسل ولم يكونوا من قوم رسول من الرسل، الصحيح أنهم يحتجون يوم القيامة، يختبرون يوم القيامة، يحتجون فيختبرون، يختبرهم الله عز وجل. والمسألة فيها أكثر من ثمانية أقوال للعلماء في أهل الفترة، ولكن هذا الصحيح، أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول يحتجون يوم القيامة، يقول كيف نكون من أهل العذاب ونحن لم يأتنا رسول أو جاء رسول وصدقنا؟ فيقول الله عز وجل إذا أمرتكم بأمر تطيعون؟ يقول نعم نطيع، فيقول ادخلوا النار فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما فإن لم يدخلوها عذبوا بها. تلاحظون هذا؟ فالله عز وجل عدل. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النار لا تمتلئ حتى لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه فتقول قطن قطن، وفي لفظ قدن قدن، قد امتلأت. قال فيزوي بعضها إلى بعض، يعني يلتم بعضها إلى بعض، تقول قطن قطن ما تتحمل، تخشى الله تخاف الله عز وجل سبحانه وتعالى. تلاحظون؟ أما الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمتلئ، فينشئ الله عز وجل أو فينشئ الله لها خلقا آخر. انقلب على أحد الرواة قال أما النار فلا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر. هذا صح؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول في محكم التنزيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا بأي ذنب يعذب؟ فعدل الله عز وجل، عدل الله لا يمكن أن يعذب أحدا بلا ذنب، انتبهوا، هذا من عدله وفضله ورحمته سبحانه وتعالى أن لا يعذب أحدا بلا ذنب. تلاحظون؟ أما الجنة فهي فضل من الله عز وجل، لا يقال عدل، فضل من الله، جميع من يدخل الجنة بفضل الله ورحمته كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، نسأل الله رحمته وفضله. ولكن ينشئ الله لها خلقا آخر، لماذا؟ فضل، فضل منه عز وجل، لا تمتلئ، لا تمتلئ الجنة. يقول إنسان ما تمتلئ الجنة على كثرة ما يدخل فيها باب الجنة، طيب ما يكون ما بين المشرق والمغرب ومع ذلك يأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام، بلى، لكن دخل الجنة وأخذوا منازلهم لا تمتلئ الجنة. طيب كم أقل أهل الجنة في الجنة؟ أسأل الله الجنة. كم؟ سبع ملوك، زد بارك الله فيك، عشرة ملوك، ها
هذا أدناهم، أدنى أهل الجنة عندما وآخر أهل الجنة يدخل، فيخيل إليه أن جنة ملأة، يقول يا ربي ملأة، فيقول أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك من ملك الدنيا؟ فيقول نعم رضيت. فيقول لك مثله ومثله ومثله، يقول رضيت يا رب، يعني يكفي. فيقول بلى لك مثله ومثله حتى عدة 10 مرات. من هو أعظم ملك؟ سليمان عليه الصلاة والسلام، ملك الأرض من المشرق والمغرب، يعني كم له مثل الكرة الأرضية؟ 10 أضعاف. هذا أقل واحد، هذا أقل واحد. طيب وليس فيهم قليل، لكن هذا أقلهم ملكا في الجنة، ما بالك بأهل الدرجات العليا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وفضله وكرمه. طيب ونصلنا، أي نعم، أن اهدنا الصراط المستقيم هذه متضمنة للنبوة، إثبات النبوة. طيب أيضا تضمنت هذه السورة الجزاء على الأعمال، الدليل مالك يوم الدين، ولو قال أيضا الحساب لكان هذا جيد، أن الله عز وجل سيجازيهم. قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. من أسماء الله الحق، ومن أسمائه المبين عز وجل، من أسمائه المبين. إذن يجازيهم يومئذ يوفيهم الله، في سورة النور، في سورة النور يومئذ يوفيهم الله دينهم، يعني جزاءهم الحق، يجازيهم. طيب وقبل الجزاء يكون إيش؟ يحاسبهم، يحاسبهم سبحانه وتعالى، يحاسبهم. قال الله تعالى عن الكفار يسألون أيان يوم الدين، متى يوم الحساب والجزاء؟ قال يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الجزاء الذي كنتم به تستعجلون، وهو العذاب، عذاب تكذيبكم وكفركم بالله رب العالمين. إذن الجزاء ما يكون إلا بعد، إلا بعد الحساب، إلا بعد الحساب. طيب يقول والجزاء يكون بالعدل، سبق معنا العدل من أسماء الله ولا من صفات الله؟ إبراهيم العدل من صفات الله ولا من أسماء الله؟ من صفاته. أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عدل، وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل. طيب فمن صفات الله العدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وأيضا معناه الحساب، ومعناه الحساب أيضا، وتضمنت إثبات القدر، القدر ما قدر الله وقوعه في هذه الدنيا وفي الآخرة، هذا القدر. طيب وهو من أركان الإيمان، هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. وإنكار القدر كفر أكبر يخرج من الملة، وكذلك إنكار أي ركن من أركان الإيمان، دليله إن كل شيء خلقناه بقدر وغير ذلك، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. قال وأن العبد فاعل حقيقة، العبد فاعل حقيقة، كيف فعل حقيقة؟ العبد ما يقول الآن إياك نعبد، بلى هناك عابد ومعبود، نعم من العابد؟ من العابد يا أخو؟ العبد. والمعبود من هو؟ الله عز وجل. إذن العبد فاعل حقيقة، فاعل حقيقة. تقول يعني هل الآن العبد هو الذي يقدر؟ أنا أقول لا يقدر، أنا أقول هو الفاعل الآن يفعل بقدر الله، بقدر الله، لأن هذا الملك كل الكون، كل ما في الدنيا والآخرة ملك لله عز وجل. طيب وأن العبد فاعل حقيقة، أما بعض الحلولية والاتحادية الصوفية متصوفة، هؤلاء هؤلاء وصلوا إلى حد الكفر بالله عز وجل، يقول عن الله أنت أنا، أو يقول أنا أنت وأنت أنا، أنا أنت وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا، تعالى الله عز وجل. ويقول كلمت ربي مشافهة وصفحت ربي يدا بيد، هذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت، لاحظ. ويقول ما في الجعبة إلا الله، تعالى الله عز وجل. ويقول غبت بك عني فظننت أنك أني، فقالوا فرعون أليس بكافر؟ قال بلى. قالوا ادع الربوبية فهو كافر، يقول ربكم الأعلى، فقال لا،
هو كفر ليس لأنه ادعى الربوبية، هو كفر لأنه حصر الربوبية في نفسه، وإلا لو قال جميع البشر أرباب وكلهم رب العالمين لم يكفر. فهم يحكمون على فرعون بالكفر لسبب آخر عندهم، وهؤلاء كفار، أعني أهل الحلولية والاتحادية. طيب، يقول العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. القدرية من هم؟ القدرية هم الذين ينفون القدر. شيخ قال ينفون القدر، لاحظ، وثم بعدك نسميهم قدرية. نقول نعم، لأنهم أثبتوا أن القدر يفعل بنفسه بدون أمر الله تعالى الله عز وجل، عن كفرهم علوا كبيرا. يقول قائل هل هناك نظير لهذه المسألة؟ الجواب نعم. ما هي؟ اللوطية، قوم لوط لعنهم الله، نسبت إليهم هذه الفعلة ليش؟ الفاحشة الكبرى، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ومع ذلك سموا إيش؟ سموا لوطية. طيب، لأنهم خالفوا لوطا عليه الصلاة والسلام، لأنهم خالفوا لوطا عليه الصلاة والسلام فسموا لوطية، فاشتعروا بمخالفة لوط. واضح هذا أو لا؟ طيب، إذن القدرية هم الذين ينفون القدر، ينفون القدر، يقول ما في قدر. طيب، أنا قلت كذا، قال نعم أنت فعلت هذا بنفسك، أنا لم أقل كذا، قالوا أنت فعلت هذا بنفسك. طيب، فلان اهتدى هو بنفسه، دخل الجنة بمجهوده، دخل النار بكفره. طيب، الله عز وجل قدر له ذلك؟ لا، لم يقدر له لا خير ولا شر، نسأل الله العافية والسلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. والحديث إن شاء الله أنه حسن لغيره عند أبي داود، ومختلف فيه الحديث، لكن يظهر لي والله أعلم في هذا الآن أنه حسن لغيره، يعني ثابت. لو قال لماذا قال مجوس؟ لأن المجوس يقولون بإلهين، النور إله الخير والظلمة إله الشر عندهم، ويسمون الثنوية لأنهم يقولون بإلهين اثنين. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. تلاحظون هذا؟ هؤلاء المعتزلة يعتبرون من المجوس، يعتبرون من المجوس. القدرية منهم معتزلة لا شك، أنا قلت معتزلة، القدرية منهم الجهمية ومنهم معتزلة، لكن أول من اشتهر المعتزلة بهذا القول، فهم القدرية. طيب، ولن أطيل في أسلافهم وتلاميذهم وكلامهم الطويل، ربما يأتي إن شاء الله تعالى كلام في مسائل القدر أوسع من هذا. يقابل القدرية الذين ينكرون القدر الجبرية. أقول فعلت هذا، وضعت يدي على رأسي، يقول أنت مجبور، نزلت يدي الآن على ركبتي، يقول أنت مجبور. طيب متى أكون مني مجبور؟ قال لا يمكن أن تكون مجبور، أنت مجبور. جاء أحدهم إلى شخص، طيب، ولطمه على وجهه، فقال لماذا لطمتني؟ قال أنا مجبور. قال حسن، فلما جلس قليلا لطمه الآخر، قال لماذا تلطمني؟ قال أنا مجبور مثلك. وأخرى جارية عند رجل وجدها تفجر تفعل الفاحشة، قال ما تصنعين؟ قالت أبى القدر أن يتركني حتى أوقعني فيما أوقعني فيه. قال تفعلين الفجور يا فاجرة وتستدلين وتحتجين بالقدر؟ قالت ويلك، أتريد أن تترك الحق وتذهب مذهب ابن عباس؟ فقال أنت حرة لوجه الله، لولاك كدت أن أهلك. أنت هالك أصلا، ما يحتاج تهلك، نسأل الله العافية والسلامة. عطلوا شرع الله بسبب الجبر. يقول شيخ ابن تيمية يحتجون أهل الجبر لأنفسهم لكن لا يحتجون لغيرهم. يعني مثلا هو الآن يسلك طريقا طريق ضلال، فتأخذه بالقوة وتلزمه بطريق المستقيم، فقل دعني أنا مجبور، فتقول وأنا مجبور أيضا، فيقبل عذره لنفسه ولا يقبل عذرك، لا يقبل عذرك. وذلك ماذا يقولون؟ والجبر
يشهدك الذنوب جميعها، مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفاني، لا فاعل أبدا ولا هو قادر، كالميت أدرج داخل الأكفان. ونسألكم الآن، كيف نفرق بين الجبر والقدر؟ الآن جئت بنفسك أنت الآن للدرس، صح؟ طيب أخو سالم، جئت بنفسك الدرس. نعم. ما رأيكم لو أن مجموعة من الإخوة، الدكتور محمد وأخي حسين وأخي إبراهيم، رأوا رجلا عنده شبه في الجهل وربطوه وأوثقوه بالحبال وحملوه حتى أتوا به إلى هنا، هل يقول منكم أحد قائل أن هذا باختياره جاء؟ ها؟ إيش؟ لا، مجبور أو غير مجبور؟ مجبور. من الذي جبره؟ جبره الإخوة، حملوه بالقوة. هل الآن الإنسان عندما يقول عزيزي وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الحق وطريق الضلال، وضحنا له الطريقين، هل الله عز وجل أجبره إجبارا أن يسلك الطريق المستقيم، أو أجبره إجبارا أن ينحرف عن الطريق المستقيم؟ الجواب لا. هل رأيتم الشيطان إبليس وذريته قبيله يحملون أحد ويجرونه جر بالحبال إلى الضلالة؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك لما قيل لأحمد رحمه الله الجبر ليس من القدر، قال أكره الجبر، أكره الجبر. الجبر هذا ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة، إنسان مقدر عليه، نعم، هذا أمر. الأمر الثاني، الجبر ظاهر للإنسان أمام عينيه، وأما القدر فيطلع الله عز وجل عليه. هل نعلم الآن ماذا قدر لنا عندما نخرج من المسجد؟ ما نعلم. هل نعلم ماذا قدر لنا يوم غد؟ ما نعلم. هذا القدر، أنتم معي ولا؟ أما المجبور الذي يجبر شخصا على شيء معين فهذا واضح أنه جابره على أمر معين. طيب، لا إله إلا الله. إذن تضمنت هذه السورة إثبات أن العبد فاعل حقيقة على مذهب أهل السنة والجماعة. لو سألتكم سؤالا دائما يذكرونها الناس قبل أن نختم الدرس، هل الإنسان مسير أو مخير؟ بعدما فصلت لكم الآن قول أهل السنة وقول الجبرية وقول القدرية، القدرية ينفون القدر، الجبرية يقولون مجبور يعاكسونهم، أهل السنة وسط، ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ هل يقول الإنسان مسير أو مخير؟ مسير في بعض الأمور ومخير في بعضها. مسير في بعض الأمور ومخير في بعضها، نعم. ايش تقول يا إبراهيم؟ مسير ومخير. مسير ومخير في كل الأمور؟ لا، مسير في خلقه وخلقته. يعني أنت تفصل أنت الآن، مسير في خلقه وفيه وفيه ومخير فيه. طيب، لنحدد السؤال أكثر، في مسألة الهداية والغواية مخير بتوفيق الله، بتوفيق الله. إذن ماذا نقول؟ نقول مسير ومخير، مسير مخير. كيف مسير مخير؟ أولا السير، الله عز وجل لما أخذنا مراتب القدر عندنا عند أهل السنة والجماعة، المرتبة الأولى العلم، أن الله عز وجل يعلم ما الخلق فاعلون، ويعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، يعلم هذا عز وجل. عند ذلك، بعد ذلك كتبه سبحانه وتعالى، بعد ذلك شاءه، بعد ذلك خلقه وأوجده. إذا انتهى الإشكال عندنا. الله عز وجل يعلم أن إبليس سيكفر بالله ويمتنع عن السجود، وهذا مكتوب. أولا علم، ثم كتابة، ثم مشية، ثم خلق وإيجاد. واضح هذا ولا؟ إذا هو مسير ومخير، هنا مسير ومخير، مخير غير مجبور، غير مجبور. ولذلك لما قال المشركون والكفار لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ماذا قال الله عز وجل لهم؟ ولا حرمنا من دونهم شيء، ماذا قال؟ قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم أنكم مسيرون على الكفر حتى تدخلوا في جهنم؟ ما عندكم علم، فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. طيب لماذا لا تسلكون طريق الاستقامة وتقولون نحن مسيرون على طريق الاستقامة؟ لماذا تسلكون طريق الضلالة وتقولون نحن مسيرون على طريق الضلالة؟ اتضحت الآن؟ فالإنسان مسير أي مقدر عليه، ومخير أنه غير مجبور. ومعناها مخير أنه مهما فعل فإن فعله هذا واختياره بتوفيق الله عز وجل إن كان للخير، وبفضل الله ورحمته إن كان للخير، وأما إن كان للشر فهو بعدل الله، بعدل الله، وليس الله عز وجل كما قال وما ربك بظلام للعبيد. واضح هذا ولا لا؟
اتضحت الآن؟ فهو مسير بقدر الله. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ها مسير ومخير الآن إيش؟ مخير. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء منكم أن يستقيم يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل يستطيع يقول أنا أدخل الجنة بدون، والله عز وجل ما أراد أن يدخل الجنة، أراد أن يدخل النار وأنا سأدخل الجنة؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. إذا هذا معنى مسير، أن الله قدر لك عز وجل السعادة فسلكت طريق السعادة. طيب قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. طيب يقول هذه الآية تضمنت الرد، اهدنا الصراط المستقيم، الرد على جميع أهل البدع والضلال. أتمنى لو إذا كان عندكم فراغ أو وقت فراغ في، طبعا في العلم هو فراغ دائم، أن تكتبوا كيف ردت هذه الآية على بعض أهل البدع. اذكر مثلا طائفة من الطوائف، هذا يعتبره واجب منزلي، اذكر طائفة من طوائف البدع ردت عليها هذه الآية وكيف تحتج بهذه الآية عليهم. أضرب لكم مثال، يعني مثلا اهدنا الصراط المستقيم، السؤال اهدنا الصراط المستقيم ترد على جميع أهل البدع والضلال، اذكر مثالا على ذلك مع التوضيح، اذكر مثالا على ذلك مع التوضيح. يقول طبعا هو الآن فسر هذا، يقول لأنه معرفة الحق والعمل به، هذا اهدنا الصراط المستقيم، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، مخالف للصراط المستقيم علما وعملا. كذلك أيضا تضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة. طيب أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يعيدنا وإياكم من الرياء والسمعة، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا إخوة لما يقول الله عز وجل لما صرف عن يوسف عليه الصلاة والسلام السوء والفحشاء، يقول كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصين الذي جعله الله عز وجل مخلصا له، أخلصه الله لعبادته فصرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء فأخلص لله فأنجاه الله. وذاك كان بعض السلف يقول إخلاص ساعة نجاة الأبد، إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. وبعضهم يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت الآن. والمقصود أنه لو أنه كان مخلصا لله فإن الله تعالى سيقبل منه، والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم هداية العلم والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين أنعم الله عليهم، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك وأخزي أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة قبل تفضل أذن. هنا ما عند سؤال يا أخوة؟ أحسنت، كيف ترد على الجبرية اهدنا الصراط المستقيم؟ لو نقل كل شيء مقدر فما في داعي الدعاء، أدعو ولا قد فطرنا عزيز كل شيء، صح، فما في معنى ولا أهدنا الصراط. صح صحيح. في سؤال نعم، لو نسبة القدرية. الحمد لله، نكمل الآن عن كلام أهل السنة والجماعة في القدر. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله قدر المقادير، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ وهي أم الكتاب. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن الكريم. فكل شيء مكتوب، حتى أهل الجنة لأهل الجنة، وحتى أهل النار للنار. حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ومعه كتابان اثنان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، فقال هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء وأبائهم لا يزاد فيهم ولا ينقص، وهذا الكتاب فيه الذي في شماله هذا الكتاب فيه أسماء أهل النار وفيه أسماء وأبائهم لا يزاد فيه ولا ينقص، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان في هذه الدنيا
مقدر له، هذا معنى مسير، مقدر له كل شيء. مخير أنه لم يجبر على الفعل، ولذلك يجب على الإنسان أن يجتهد في الطاعة حتى يوفق للطاعة. وإذاك ماذا قال الله تعالى؟ فأما من أعطى لله عز وجل واتقى الله تعالى، طيب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالعاقبة وبالجزاء الموعود، فسنيسره لليسرى إلى طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى عن الله عز وجل، واستغنى بماله ودنياه وجاهه أو منصبه، وكذب بالحسنى، كذب بالجزاء والحساب، فسنيسره للعسرى إلى طريق النار. واضح هذا أو لا؟ ينتبه لهذه المسألة. معنى ذلك أن الإنسان إذا سلك طريق الهداية فليحمد الله عز وجل. ماذا قال الله تعالى في الحديث القدسي؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بل أعجب من ذلك أنه حتى أهل الجنة، الله يجعلنا وإياكم منهم، ماذا يقولون في الجنة؟ يقول: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما أحد يقول أنا دخلت الجنة بعملي أو بجدي واجتهادي، لا. حتى أهل النار لا يقولون دخلنا النار بقضاء وقدر، لا. ماذا يقولون عندما يزجرهم ربنا عز وجل؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ما أحد من يقول: يا ربي أنت قدرت علي الضلال وعذبتني. هو قدر عليك الضلال، نعم، لكن قدر عليك الضلال لأنه يعلم أنك ستسلك طريق الضلال، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون. الآن إذا قدر الله عز وجل لواحد منا أن يكون له نسل إلى بعد مثلا 100 ابن من الأبناء، يعلم الله عز وجل هذا الابن رقم 100 هل هو من الصالحين، من أهل العلم النافع والعمل الصالح، أو هو من غيرهم، يعلم ما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا أيضا يعلمه. تقول: ما هذا المعنى؟ ما هذا المعنى؟ الله عز وجل قال عن المنافقين أنهم قاعدوا في المدينة ما خرجوا الجهاد، صح؟ استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومع ذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. طيب هم ما خرجوا أصلا، لكن الله يعلم لو خرجوا ماذا يصنعون. هذا معنى وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. تلاحظون هذا؟ فالله يعلم ما كان، هذا واضح في الماضي، وما يكون في المستقبل. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني الأمر لو كان بخلاف ما هو عليه. نحن الآن في هذا الجامع وحالنا كما ترون الآن ولله الحمد. طيب، يعلم الله عز وجل حالنا لو كنا في الحرم أو كنا في المسجد الأقصى، حرره الله من رجس يهود وأذنابهم، قاتلهم الله أن يوفكون. طيب، يعلم الله حالنا، ما هو حالنا؟ أنتم معي ولا؟ فيعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اتضحت هذه أو لا؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعش إبراهيم؟ قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له ظئرا في الجنة تكمل رضاعه. قال: لماذا لم يعش، يعني لم يمد الله عز وجل في عمره؟ قال: لو عاش لكان نبيا، وما ينبغي أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه خاتم النبيين، خاتم النبيين. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. سؤالك أخي إبراهيم. النسبة القدرية هم ممكن القدر ونسبة القدر. هم تفضل الله يحفظك. هم منكر القدر بالنسبة للقدرية، نعم، نسبوا إلى القدر لأنهم أثبتوا أن القدر فاعل بنفسه، أنت معي ولا؟ وأن الإنسان هو الذي يخلق القدر، فنسبوا إليه. نعم. هذا المسمى المسيحيين نسبة إلى المسيح. ها؟ المسيحيين؟ المسيحيين إلى المسيح. تسمية للمسلمين المسيحيين؟ لا، المسيح الاسم. النصارى. النصارى فيهم؟ المسيحيين. أي نعم. صحيح أم غير صحيح؟ هذه
تحتاج إلى تحرير المسألة. هل النصارى هو في القرآن الكريم النصارى لا شك، ما عندنا احنا يعني شك في هذا. وإن كان فيه من النصارى فيهم من هو مسلم، قال تعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه نزلت في النجاشي أصحمة رضي الله عنه، أصحمة بن أبجر ومن معه من القسيسين. بس هل نستطيع أن نقول أنهم يعني منهم طائفة الآن النصارى هؤلاء؟ لا لا، الآن النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصارى ضلال، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار، في صحيح مسلم حيث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خشى الموت من الكنيسة حتى لو الناس مع في قصصين وربان نصارى يسلمون بس الخوف على نفسهم. هو إذا أسلم كيف أسلم؟ يعني أسلم قصدك يعني في يعني فيما بينه وبين الله عز وجل؟ إذا نعم لا يعني إسلام، لا لا يشترط أن يعلن إسلامه، لكن لابد إذا أسلم لابد أن يكون الإسلام مشتمل على ثلاث أمور: العقيدة واللسان، قول اللسان أول شيء، عقيدة القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لابد منها. بقي مسألة المسيحيين يا إخوة، المسيحيين طبعا هم يدعون الآن أنهم ينسبون إلى من؟ إلى المسيح، المسيح عليه الصلاة والسلام. طيب، ويدعون أنهم يعني بعضهم يقول نبي ورسول، وبعضهم يقول لا هو الابن، وبعضهم يقول هو الله تعالى، كما يحرفون دينهم وحرفوا كتبهم، وهذا ليس بغريب عليهم. طيب، ولكن مع ذلك نسميهم كما قال أخونا الدكتور، نسميهم بما سماهم الله تعالى به نصارى، ما نسميهم مسيحيين. يقول بعض العلماء كنا نسميهم مسيحيين هذا كان فيه تشريف لهم، وكان فيه يعني تصحيح لدينهم أنهم على دين المسيح عليه الصلاة والسلام. طيب، أنت معي؟ وبعضهم يقول لا، لا يلزم من هذا هذا، لا يلزم من هذا هذا. أرأيت الآن اللوطية ينسبون إلى لوط، ومع ذلك يعني ينسبون الفعل الفاحشة الكبرى أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا والمسلمين جميعا منها. طيب، يجوز أنا كنت أتوقف في الحقيقة في مسألة تسمية قوم لوط باللوطية حتى وقفت على حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في ذبورها قال تلك اللوطية الصغرى، فعندها لم أتحرج في إطلاق هذا اللفظ عليهم. نعم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل أو نعم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم نعم. بالنسبة لله عز وجل علم أول شيء، نعم، بعدين المشيئة، بعدين لا الكتابة، بعدين المشيئة. طيب، هو يعني علم، هل هو كان يعني كان يعلم ماذا يعني يريد أن يخلق الله عز وجل؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيخلق خلقا، وأن آدم عليه الصلاة والسلام سيحصل له كذا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيحصل له كذا، وأن إبليس لعنه الله سيحصل له كذا. هذا بالنسبة لعلمه، علمه سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، هذا أولا. ثانيا كتبه، كتب هذا العلم أن المخلوقات ستفعل كذا وستفعل كذا، والجمادات وكل شيء مكتوب عندهم. طيب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في اللوح المحفوظ. بعد ما كتبه سبحانه وتعالى، بعد ما كتبه عز وجل شاءه، أراده أن يكون موجودا، ثم خلق الخلق، وبدأ كل مخلوق يذهب لما خلق له، يذهب لما خلق له، معي ولا؟ هذا المقصود، أنه لما أراد خلقهم عز وجل هو يعلم أنه سيخلقهم، وأنه سيختارون منهم من يختار طريق الخير ومن يختار طريق الشر. يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني أنا لو أردت أن أهدي جميع الأنفس من إنس وجن أهديها إلى طريق الإسلام، ولكن حق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وجب منه قول عز وجل أنه سيملأ جهنم من الجن والإنس.
هو القائل مثلا إذا أنا أصلا كنت من العدم يعني لماذا أراد الله عز وجل لي أني مثلا أكون وأعمل هذا العمل؟ أو يعني هو يعلم أني مثلا حعمل من عمل أهل النار، طيب فلماذا شأني أني أكون موجود وأعمل بهذا العمل؟ نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا ملكه. وش معنى ملك الله عز وجل؟ ملك الله أنه يتصرف بمملوكه. هل يأتي الآن إنسان مثلا يقول لك لماذا أنت تتصرف بثيابك بهذه الطريقة؟ تقول هذه ثيابي، هذا بيتي، أصنع به ما شئت. أنت معي ولا لا؟ فالله عز وجل هو المالك، الملك سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، لا يسأل عما يفعل. نقول أنت لست مطلوب منك هذا، ولكن مطلوب منك شيء آخر، مطلوب أنك تعبده. لما دلك على الطريق وبين لك طريق الهداية وطريق الضلالة، واجب عليك ومطلوب منك أن تتبع طريق الهداية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو مطلوب منك أنك تتساءل ولماذا ولماذا ولماذا؟ لأن هذا السؤال كما يقول بعض العلماء، يقول إذا أتيت يوم القيامة اطرحه على الله، ولن تطرحه على الله، ستقتنع بأنك غلبت عليك الشقوة كما قال أهل النار. ما يقول يوم القيامة لماذا خلقتنا وأوجدتنا وكتبت علينا الغواية ثم عذبتنا؟ ما يقولون هذا. يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. طيب إبليس وهو إبليس يوم القيامة ما يحتج، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموا ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وأنتم مصرخي. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أيها الصلاة.